هذا يسأل عن سؤال تكرر وهو الحجز، حجز المكان في المسجد. حجز المكان في المسجد لا يجوز المسجد لمن سبق، إلا إنسان جالس في المسجد وراح يجيب حاجة، راح يجيب حاجة ويبي يرجع المكانه، هو أحق بمكانه. إذا كان بيرجع سريعا هو أحق بمكانه، ولا مانع أنه يجعل فيه حاجز لأنه في حكم الباقي في المسجد. نعم.